آخر فقراتنا بصباحنا غير، ورح نحكي كمان عن الأطفال. بالآونة الأخيرة يا زينب صرنا عم نسمع كتير الأهالي عم يقولوا عندي طفل متنمر ما عم نقدر نتعامل معه، صار بالنسبة لنا مصدر من المشاكل الدائمة بالبيت والمدرسة. وخلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع وعن السلوك يلي بيتبعه الطفل من الشرر، وكيف فينا نتعامل معه. كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها الموجهة التربوية والمحاضرة بكلية التربية يسرع عباس. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي يا مدام يسرى عن الطفل المتنمر او العنيد او العدواني، مين هو كتعريف سلوك؟ يعني حاليا نحن مصطلح التنمر هو مصطلح جديد، ظاهرة جديدة على مدارسنا على مجتمعنا. فكلمة متنمر يعني تلقيب بالنمر الشرس، النمر المفترس. فهي عبارة عن يقوم هذا الشخص بالإساءة للآخرين، الإيذاء، فقط بهمه التحكم السيطرة. فنحن عنا بتشوفي هذا الشخص عنده صفات بيحب يعتدي على الآخرين، بيتلذذ بجرح مشاعر الآخرين بالإهانة، بيستخدم كافة الوسائل. ممكن يكون عنده تنمر جسدي بلفظ معين، بإهانة، بتهديد، بكلمات. طبعا هذا المتنمر في عنده شلة، زعم زعمي، بيحب القيادة، بيحب انه يتحكم بعدد معين. طبعا مين هن اللي فرائسه اللي بيصطادهم؟ هن الضعفاء. يعني بيختار فريسة معينة بالصف او بالمجتمع او بالحارة بالشارع، ضعيف بصير يهينه. يعني هو بيكون اقوى جسديا، لكن ليس هو بالطبع ممكن يكون شرير. يعني احنا هاي الصفة البعض بيتوقع انه هذا المتنمر شرير وغبي، والى بالعكس ممكن يكون ذكي، ممكن بيستطيع يسيطر ويتحكم وبيصطاد فرق. فلذلك نحن تلذذه وسعادته بجرحه والإساءة للأطفال الآخرين هذا شيء سلوك غير مقبول. فهذا المتنمر عنده قصة، يعني كيف صار هيك، كيف إجا، كيف صار بالمجتمع. فنحن مثلا بيكون بيئته هي شجاعته في البيت، بيقولوا له لا تخلي حدا يضربك بالمدرسة، خليك قوي، خليك أنت دائما أيوه متزعم، أنت المسيطر، ونحن مجتمعنا ما بيحب. فنحن قد يكون بيئته نفسها كلها متعودة على حل مشاكلهم بالضرب، بالإهانة، بالركل، استخدام ألفاظ سيئة. يعني نحن الطفل ممكن يعطي لقب معين، يا أو طويلة، يا سمينة، بيصير يلقب رفقاته، يا أنت كذا، بيختار عندهم عاهات مثلا. طبعا نحن يعني هذا الشيء ظاهره غير مقبوله، ظاهره سيئه نحن، لكن ما بتسكت عليها. طبعا نحن بمدارسنا ما بيسكتوا، لكن بالنسبه له هذا يعني قصته بالمنزل في عنده عده مشاكل. يعني قد يكون هو متنمر عليه بالمنزل، يعني معنف في المنزل. يعني احنا عندنا عاده في اطفال بالمنزل الاهل يعاملوهم بقسوه زائده، يعني بمحاط ببيئه بيعاملوه بالضرب، او اخوه الكبير عم يضربه، او اعدادهم كثيره. يعني لاحظي نحن قد يكون خرج من بيئه هي نفسها شجعته على هذا الشيء هذا. فلذلك نحن القسوه الزايده او الدلال الزائد. يعني في ناس حالته الماديه كبيره بيصيروا يعطوه مصروف خارج على المألوف، فبيسيطر معه شله ماشي بيصرف، شايف حاله بلباسه بموبايله بالى اخره. فهذا الدلال الزائد شو عمل عنده؟ سيطر على الآخرين، لكن كل شيء عطوه أهله إلا الحنان، للمحبة، للاهتمام، عطوه كل شيء ماديات، نقصوا هالشيء هذا. لذلك هو يتلذذ، بيتلذذ بإهانة الآخرين، بيتلذذ بإذاء جرح مشاعر. ما عنده مشكلة إذا مثلا رفيقته حاملة عكازة بياخذ عكازتها بيضربها فيها، وقعت على الأرض تبكي، عم يضحك. فنحن هذا الإحساس بالآخر ما عطوه إياها أهله، أعطوه ناحية مادية صرفوا عليه. فلذلك نحن هي ناحية المتنمر بتشوفي عنده صفة معينة، فقدان الحنان، إنه محروم من الحنان العائلي، غياب الأب أحيانا، ممكن يكون غياب الأم، الأب تزوج أم تانية. فبيشعر الطفل بالمنزل متنمر، مغلوب على أمره. فبالمدرسة إثبات شخصيته، ما لقى حاله عم يثبت شخصيته إلا بالضرب، بإذاء الآخرين، بالإساءة له، لقى حاله غير شكل محبوب. طبعا في كم شلة اللي بيمشوا معه بيخافوا منه، فلذلك بيسمعوا لأوامره، ينقادوا. يعني شوفي سهولة الانقياد من رفقاته خوفا منه، لكن نحن تربية الأطفال غير هيك تربيتهم. فلذلك نحن عنا بالبيت الأسرة الأم بالمنزل ما بتعرف إنه ابنها هيك. فنحن كيف بتعرف؟ بالمدرسة بيتم طرده إذا كان مراهق. لاحظي المراهقين بسابع ثامن تاسع هدول متنمرين بتشوفيهم بالشارع،
اثناء الانصراف شعين الارض وطالعين شلل، يا بتشوفي عم يضربوا يعني، يا ما بتشوفي بالشارع علقات وواقفين الناس عم تتفرج. نعم. ما حدا بيتدخل. سيسرا خلينا نحكي عن الحاله الدراسيه، قديش بتاثر على الاطفال المتنمرين او الشريرين بطبعهم بيكونوا، خلينا نحكي يمكن بيكونوا كثير شاطرين وبيتاثروا وبصيروا بيغاروا من رفقاتهم، فهذا الشيء بيؤدي انه يتراجعوا يعني نحن هيك حاله مفروض يعني ما ينسكت عليه هيك طفل يعني. يعني نحن بالشارع ممكن أنا أتدخل، ممكن نوقفهم، حدا يقول لي بعدهم، فهذا الصفة هذا الشخص اللي مصاب بهالتنمر، هاي الصفة هاي السيئة، الإزاءة وعدم الإحساس بالآخرين، طبعا بالمدرسة بيتم معالجته من قبل المعلم. يا حبيبي ما بيصير هيك يعني، إذا شافوا عم يأذي داخل الصف بيحاكي إنه هذا السلوك غير مقبول، أنت غير محبوب. فلكن ممكن المدرس إذا شعر إنه عنده صفة قيادية يستخدمه بالمدرسة لأمور معينة، يعني يستخدمه مثلا طلع المدرس شوي بيقول له مثلا انت عريف الصف، بيستخدمه لمسح السبوره، بيستخدمه لامور، لكن احنا هذا بقى في له قصه يجب معرفتها يعني. لذلك في عنا بالمدارس نحن شيء اسمه المرشدات النفسيات، مرشده اجتماعيه تقوم بمعالجه هذه الامور. طبعا بتدرس بيئته، بتدرس وضعه، بتساله ليش انت هيك عم تعمل، ليش بتحب تاذي رفقاتك. طبعا احنا بنكتشف هالشيء بعد فتره بينحفظوا يعني، هن بيكونوا يا اثنين يا ثلاثه بالمدرسه كلها بيلتقى يعني بهالنوعيه هي النمر الشرس يعني، مثل ما قلت يتلذذ بجرح ومشاعره. فلذلك نحن بالباحه بتشوفوا اكتشفوا انه هذا الطفل مسيء لزملائه، فبيستدعوا بيوجهوه للمرشده، بتقوم بتعمل له دراسه ومعالجه، بتطبع على المديره اول ما بتجيبه لعنده كمان بيعطوه تانيب انه شلون هيك بتاذي، شو ما عندك احساس. فنحن عاده يجب ان لا نركز على شخصيته، وان نركز على السلوك الذي قام به، ضرب رفيقه، لماذا ضرب، بحاوره. طبعا نحن اول شيء بتتم المعلمه المديره بتعطيه عده تنبيهات وبتستدعي ولي امره قبل. طبعا نحن بعد ما بتبعته وبتعالجه وبتساله المرشده كمان استمر بالسلوك نفسه، فهون بيتم استدعاء. بتتفاجئ لهم لا والله بالبيت مو هيك، شلون هيك ابن وابن، مستحيل يعني. كثير امهات بيرفضوا ومستحيل مو هيك، فنحن بتقول ابنك هيك ضرب، قتل، اذى، عم يحكي هيك، ركل رفيقه، يا لطيف. كل هذا ما بتصدق لهم، فابنا بالبيت هادي، تهريب البيت، مغلوب على امره، مو معروف مين عم يتنمر عليه. يعني بصراحه نحن عاد بتجي الام بشكل غير مباشر يعني، مو بيجي هيك فورا يعني. احنا لما الام تكتشف عند ابنها هيك ظاهره يعني خطر محدق بابنها يعني بالبيت، تجي بشكل غير مباشر، بدها تعرف يبوح باسراره، بتجي بتساله. طبعا احنا مو المشكله بالمتنمر، بضحاياه اللي هو عم يتنمر عليهم، هدنك شو بيصير فيهم أكيد. يعني نحن في كثير من حالات اللي بيكون متنمر عليهم تعرضوا لحالات انتحار يعني بالمدارس، بدون ما يشكوا لأهلهم بيخبوا، بيخجلوا، يبينوا عن حالهم انهم هيك عم يتعرضوا بالمدرسة لضرب وقتل، شايفي كيف. فالأم أحيانا كثير بيجي طفل على البيت ممزقة صدريته مثلا، كلها تراب، كلها كذا، مقتول، باين عنه خدش، ما بيحكي. فنحن وين الأم هنا؟ هون دور الأم، هون دور الأم والأسرة يمكن كمان. سيدة يسرى، وأكيد بدنا ندعي كل الأمهات أنه دائما بس يشوفوا أي شيء غلط عند أولادهم يتجهوا إذا ما قدروا يحلوه لأقرب أخصائي نفسي أو تربوي حتى فعلا يساعدهم على تخطي المشكلة. نحن بدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها وعن يمكن حالة الطفل المتنمر، وخلينا إن شاء الله يتنور كمان. أكيد بدنا نتشكرك ونقول لك شكرا لك أنك أجيتي. يعني نحن الام بتعرف ابنها، كل ام بتعرف شو مشكله ابنها، وكل الاطفال بيقولوا بريئين يعني. لذلك نحن كل طفل بده لمعالجته في موقف معين، مشكله معينه. يعني الام ما لازم تعامل اولادها كلهم بسواسي مثل بعض، تفضيل ولد على ولد، تقول له لا اخوك مو هيك وعمرهم ما كانوا اخوتك هيك بهالشكل هذا، والدلال الزايد والاسوي الزايدة كمان هي غلط على الحالتين. شكرا كثير لك.